محمد أبشر عنده قصيدة رمضان على رمضان. كل أبو محمد ومحمد ما الله أبو محمد أحسن ناس. يقول يا أصحابي اللي عليكم حق نحو الصيام يا ما شاء الله، لا تجرحون الصيام وتكسبون الذنوب، تعاونوا واحسنوا النية وصلوا القيامة وتطهروا بالزكاة اللي عليها وجوب. الله. وادعوا للأقراب وأنفسكم بحسن الختام وتعاملوا بالتراحم في جميع الدروب، واتلوا كتاب الله اللي فيه خير الكلام، آيات فيها عبر منها تلين القلوب، وتسامحوا يا عباد وبادروا بالسلام وانسوا الضغينة وكشف المستتر والعيوب، فالنقص فينا وفيكم والمخاليق عام، ما كامل غير رب عالم بالغيوب. وسلام عليكم.